السلام عليكم، اسمي دانا منير. راح أتكلم عن طريقة استخدام الشيب هاند وشلون نطبق السموك إفكت اللي هو الدخان. راح نشوف شلون نرسم الدخان تصاعديا في الأنيميشن، وهذا مثال طبقته على اللي راح نسويه. هذا هو بالضبط اللي راح نسويه، إن دخان يتصاعد من مدخنة بيت أو أيا كان. فأول شيء نستخدم الـ Triangle Tool ونرسم مستطيل، خلي لونه جراي. ثاني شيء نستخدم الـ Selection Tool ونبدأ نرسم شكل الدخان اللي راح نطبق عليه، أو إن نتخيل شلون شكله. فعشان نسوي هذا الشيء نستخدم الكنترول والسلكشن تول، ونبدأ إن احنا نرسم زوايا حادة. هذا الشكل اللي راح نسويه. هذا شكل الدخان. ثاني شيء نستخدم السلكشن تول لكن بدون ما نضغط على الكنترول، عشان نسوي مثل هذا الشيء. نبدأ نعدل، نخليه يكون سموث. هذا الدخان اللي راح نطبق عليه. ثالث شي راح نسويه، راح نضغط على second to right click، راح نسوي insert keyframe. بعدين راح نسوي مرة ثانية right click ونختار create shape between. كذلنا سوينا الشيب توين، نروح لبداية التايم لاين، نختار موديفاي شيب، بعدين نختار شيب اد شيب هند. راح تضغط تطلع لنا هذه النقطة، نسحب هذه النقطة خليها في البداية هني من الأسفل. عشان نحرك هذه النقطة، هذه النقطة شو تسوي؟ هذه النقطة لازم أحدد المكان اللي أنبع تتحرك فيه إلى وين، يعني من هذه النقطة إلى نقطة ثانية تتحرك فيها. فراح أروح إلى مرة ثانية إلى نهاية التايم لاين اللي هو second two، وراح أحدد مكان اللي أريد إنها تتحرك إليه. لازم تكون النقطة في أماكن مختلفة عن مكانها في بداية التايم لاين، فشوف شلون بدأت تتحرك. فعشان أزيد النقاط وأضبطهم أضغط على النقطة Ctrl Shift وأسحب النقطة
فبتطلع لي نقطة جديدة باسم بي، يتغير يعني الحروف ولازم ننتبه إليهم عشان ما تكون في أي خطأ. نرجع إلى نهاية التايم لاين، فقط أن احنا نسحب إلى المكان اللي نباها تتحرك إليه. نرد نشيك نتأكد. نضبط بعض النقاط. كده يكون الشكل أفضل. الحين مرة ثانية نكرر كنترول شيفت وأسحب النقطة. أروح إلى نهاية التايم لاين، فقط إني أسحب في النقطة وأحدد مكانها، أتأكد إذا كان صح أو لا. تلاحظون إني بديت أسوي هذا الشي من جهة اليسار، أطبق مفروض أول شي من جهة اليسار بعدين جهة اليمين عشان ما يكون في لخبطة في تحريك النقاط. نرد نكرر كنترول شيفت وأسحب، روح لنهاية التايم لاين، وأرد أتأكد إذا كان صح أو لا، صار مني في خلل، نضبط، لاحظون شلون يتحرك. الحين نبدي في جهة اليمين، أختار واحدة من النقاط وأرد أكرر مثل الشي، كنترول شيفت وأسحب، أروح لنهاية التايم لاين، أسحب النقطة وأتأكد إذا كان الشي ضبط أو لا، أروح للبداية، أكرر كنترول شيفت وأسحب، فقط أسحب في النهاية، أرجع للبداية، أحدد النقطة كنترول شيفت وأسحبها. في نهاية التايم لاين فقط إني أسحبها. تلاحظون انه صار لنا افكت الدخان، وابتدينا احنا طبقناه. نقدر نضبط اكثر في الشكل، وراح نغير اللون عشان نعطيه اكثر انه دخان، يبين انه ريل اكثر. نختار الشيب، نروح إلى color ونختار linear gradient. أنا محددة هذه الألوان قبل حقنا إنه يكون دخان. نختار ال gradients transform tool من التولز، ونسوي فليب، نروح لنهاية التايم لاين، نكرر مثل الشي، لاحظوا ان في النهاية خليت انه يكون اللون هني انه يكون شفاف عشان يعطينا مثل ان البخار يتلاشى. مرة ثانية أن أختار أختار الشيب
اختار الجريدينتس، ترانسفورم تول، اسوي لي فليب. الحين نتأكد نشوف شلون نعرض الشغل. هذا هو الشغل النهائي، شلون نسوي الإفكت حق الدخان. وشكرا.